الترايثلون هي رياضة تتكون من 3 سباقات، حيث تبدأ بالسباحة ومن ثم الدراجات وتنتهي بالركض. وهي رياضة بدأت تشهد اهتماما وانتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة، وزاد الإقبال عليها، وهو ما شهده سباق ترايثلون بوخا في نسخته الثانية، حيث وصل عدد المشاركين إلى حوالي 100 مشارك. سباق ترايثلون عبارة طبعا سباق عالمي معروف، سباق يعتبر سباق بوخا نموذج مصغر للسباق العالمي، يعني ليس نفس المواصفات لكنه يبقى نفس السباقات، يعني السباحة والدراجات والجري. طبعا إن شاء الله مستقبلا النية موجودة، نية مجلس إدارة النادي أن يطور السباق بحيث أن يكون يشمل أول شيء محافظة المسندة، السنة اللي بعد إن شاء الله أيضا نتمنى يوسع إلى مستوى السلطنة. السباق الذي انطلق بمنافسات السباحة على شاطئ ولاية بوخا جرى على مرحلتين، مرحلة لمنافسات الفرق وأخرى للفردي، وقد شهد السباق متنافسا قويا من قبل المشاركين، وقد ظهرت الفوارق بين المتنافسين من خلال الإعداد البدني الجيد، وهو الذي ساعد الفائزين على تجاوز مرحلة السباحة ثم ركوب الدراجات محافظين على المخزون اللياقي لديهم لإكمال المرحلة الأخيرة، وهي الجري على رمال شاطئ بوخا الجميلة الناعمة، لينتهي السباق بفرحة المنتصرين وتشجيع الحضور. جاري مستمر في الرياضة، أنا ألعب يعني فرق، ألعب فرق هذه في البلاد هناك، فأنا مستمر في الرياضة في هذا ككورة، وذا لكن داخل يعني شكل ماراثون كما هذا ترايثلون، يعني ما تمرن بشكل بسيكل سباحة وكذا لا، والحمد لله رب العالمين، توفيق من الله قدك. أنا بدأت تمرينات بدنية، لياقة بدنية في يعني مع نفسي، وكانت يعني كنت حاط باعتبار الأول لازم أكون الأول. هو صعوبة السباق كانت في شدة الهواء المقابلة للسيكل، لكن الحمد لله يعني بطرق معينه او بطريقه قياده معينه استطعت اني اتغلب على شده الهواء. تتويج الفائزين في ختام السباق بالميداليات الملونه ليسجل الستار على هذه النسخه من السباق، ويرفع الابطال الكاس، وترتفع معه طموحات المنظمين من نادي بوخا بان تكون هناك خطه لتوسعه منطقه السباق لتشمل محافظه مسندم كامله بدلا من اقتصاره على ولايه بوخا فقط. النسخة الثانية من ترايثلون بوخا تشهد هذا الختام المميز والرائع وسط مشاركة كبيرة جدا من المتنافسين والمتسابقين. من ولاية بوخا محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.